بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بعد ما عرفنا الايونيك ستاك مينتال موديل، هنا بنتكلم على الايونيك. بناكد ان الايونيك عباره عن يوزر انترفيس فريم ورك، فريم ورك يخص اليوزر انترفيس. لاحظ مثلا في فوق هنا الايونيك نافيجيشن بار، ده نافيجيشن بار بيبقى جاهز بنناديله، فبيطلع لي هنا اوتوماتيك، وبقدر احط ايونيك نافيجيشن باتنز، اقدر احط زرار و2 و3 نوت على النافيجيشن اهو. لما كليك عليه مثلا يطلع لي نوت كده، الايونيك بوب اوفر دي شايفها، الايونيك بوب اوفر اللي طالعه دي خلاص. طيب هنا بيطلع لي هنا ليست عنصر ولا عنصر ولا عنصر ليست. هنا ايونيك ايكونز، اقدر احط ايقونات زي كده. في الايونيك تابز، ادوس هنا يفتح لي تاب، هنا يفتح لي تاب، هنا يفتح لي تاب. هنا الايونيك فوتر، فوتر بار احط في اي كلام الى اخره. ده كده المكونات الاساسيه اللي بتكون ايه الايونيك يوزر انترفيس. يبقى هو ايه كومبانيشن اوف ايه سي اس اس اتش تي ام ال جافا سكريبت. طبعا بيقول هنا طبعا الايونيك برضه بيستخدم على كوماند لاين انترفيس، يعني ممكن اكتب الاوامر بتاعته على كوماند لاين كده وبيلد واعمل واطلع المنتج والاخر، باوامر بسيطه جدا على الانترفيس. طبعا في برضه برامج ثانيه مهمه جدا بتساعدك في دراج ودروب والكلام ده كله. انجلر جي اس في الاساس هو ويب ابلكيشن فريم ورك، هو اوبن سورس بروجكت عملته جوجل مبني على الجافا سكريبت خلاص كده. وزي ما اتفقنا هو عباره عن اصلا لابرري مبنيه في الاساس على الجافا سكريبت، وللتبسيط بس، واللي اساسها هي التبسيط بتاع الشغل خلاص كده. كلام جميل. تعالى نتكلم على الكوردفا هايبريد ابلكيشن فريم ورك. هو ابلكيشن فريم ورك بيشغل على الهايبريد ابلكيشنز، موبايل ويب بتاع تابلت تا تا تا، وهو شغال في كله بيحدث لكله. الكوردفا قلنا عباره عن بريدج جاب بين الانجلر اند الايه الديفايس، عشان اقدر استخدم ابعت معلومات ما بين الديفايس ذات نفسه وما بين الانجلر الكود اللي بيتكتب، كود الجافا سكريبت اللي انت الاوامر اللي بنعملها. معلومه برضو من ضمن المعلومات، في ناس تسمع حاجات كتير مثلا فون جاب، هو في الاساس اصلا عباره عن كوردفا اساسا، بس بينزلوا ليه بعض الفيتشرز او بعض الخدمات الاضافيه اللي بتبقى مدفوعه الاجر من خلال شركه ادوبي. يعني هو كوردفا بس في شويه امكانيات اعلى شويه بتبقى مدفوعه. يعني الكوردفا اصلا في الاساس هو اوبن سورس اباتشي بروجكت، ونقدر يعني اوبن سورس فريم، مش مشكله خالص. الايونيك بقى بينزل حاجه اسمها ان جي كوردفا بقى بلجن، دي بلجن بتنزل بس خاص بالايونيك خلاص. فشويه حاجات كده ملخصات بدل ما توصل للكوردفا بشكل مباشر، بقى شويه ملخصات كده بتشتغل مع الانجلر عشان تبقى الدنيا اسرع. يعني هنشوفها مع بعض. اما اقول ان جي كوردفا تعرف ان دي بلجن بتخص بالايونيك خلاص، بتشتغل كويس وتبقى سهله جدا مع الانجلر عشان اقدر اوصل للعمليات بشكل ايه ابسط. لكن دي غير الكوردفا الاساسيه، دي في الاساس اللي هي الان جي كوردفا، بتكلم الكوردفا الاساسيه عشان بس بتبقى انتجريت اكتر مع الانجلر. يعني الانجلر شكله ماشي مع الان جي كوردفا، يكلموا بعض ويحذفوا لبعض، وده اصلا هو كده بيتكلم الكوردفا الايه الاساسيه. طيب حلو كده عرفنا كوردفا هايبرد فريم ورك. بنتكلم هنا ليه احنا بنستخدم الايونيك، وليه الايونيك از جود، ليه كويس بالنسبه للديفلوبرز. شويه اسباب. اول حاجه شغال كانك شغال على بلاتفورم ويب، بتتعلم اتش تي ام ال سي اس اس جافا سكريبت دوس، وانك بتستفيد ان انت تتعلم الويب سايت، وانك بتستفيد تتعلم موبايل ابلكيشنز. بيلد ويز انجلر، تعام تبني على شغلك كله على انجلر، ودي حاجه من الحاجات الحديثه المهمه جدا تشتغل عليها. يوزز مودرن تكنيكس، يعني الحاجات التكنيكس العاليه بتاعت سي اس اس 3 ممكن تستخدمها زي الانيميشنز مثلا، ممكن تعمل انيميشنز بسي اس اس 3 تجربها تشتغل. دي كوميونتي كبيره على الانترنت، وفي اسئله كتير واجابات كتير على الكوميونتي بتاعته عشان هو اوبن سورس. باورفول مع السي ال اي تول، اللي تبقى اوامر تقدر تشتغل معاك زي الفول، مش مشكله خالص، مش لازم يكون في ابلكيشنز ولا معقده، ممكن تاخد الامر تجربه وتحذفه تلاقيه يشتغل. ايونيك سيرفيسز، في شويه سيرفيسز بتيجي اضافيه زي كرييتور، في حاجه اسمها ايونيك كرييتور ابلكيشن بنقدر من خلاله نبني ونشد ونرمي كتول، يعني مش بس سي ال اي كوماند لاين كده، لكن ممكن اشد وارمي وابني بالتول الابلكيشنز بتاعتي ايونيك هاز ا ديديكيتد تيمز. طبعا ده كلام طبعا هري، يعني التيم بتاعنا بقى تيم متمكن ومش عارف ايه. نيتف لايك اكسبيرينس، يعني 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 بيظهر شكله اكنه نيتف، ممكن تحسن الشكل بتاعه بحيث انه يظهر نيتف، ما حدش يحس ان انت عامل حاجه هايبريد ابلكيشن. البرفورمانس بتاعته طبعا هي اقل من النيتف لكن معقوله، مش فيها مشكله. بيطلع شكله كويس وفليكسبل ديزاين، تقدر تتحكم فيه شويه وتعمل عليه شويه شغل كويسين. ده كلها مميزات في انك تشتغل هايبريد ابلكيشنز على ايونيك.
لكن لازم نتكلم على الدروباكس، مهم جدا شباب ايونكس. ليميتد بلاتفورمز حتى الان لغايه ما بتدعمش غير اندرويد واي او اس، في حاجات تانية افضل بتدعم اكتر من كده وتكون افضل في الحته دي اقصد، لكن فيها لكن ليها دروباكس في حته تانية. الايونيك بيشتغل اندرويد واي او اس، الايونيك بيشتغل اندرويد واي او اس، في حاجات تانية بتشتغل اندرويد واي او اس ويندوز فون ممكن تكون مش بنفس قوه الايونيك، صح كده؟ لكن هو ده حتى الان. وبرضه انا مش عايز اقول لك الحته ما تقلقش قوي، ليه؟ لان كده كده هم هينزلوا وهيدعموا بقيه الحاجات، يعني هم هيكرروا شويه هتلاقيهم بيدعموا بقيه الايه الويندوز فون وكده كده طبقا لاخر الاحصائيات هتلاقي ان الاندرويد واي او اس واخدين قرب ال 95% او 93% من السوق، فما فيش قلق قوي. لكن هم اكيد هيسبورتوا الجديد، وده اللي ممكن يكون مطمنين. اولدر بلاتفورمز نوت سبورتد، بقى دي حته مهمه جدا، كل اللي اتبنى بدري قديم ده مش هتلاقيه بيسبورت ليه. طبعا برضو مش مقلقه قوي لان احنا مستخدمين للتكنولوجيا كويس وبنحدث اول باول، احنا متاكدين ان احنا يعني ايه القديم حتى، يعني عندك مثلا اي او اس 7 وانت طالع شغال لغايه 8 دلوقتي او الى بعدين، اندرويد من 4 بكل بقى الفيرجنز 4.0.1.2 الى اخره لغايه 5 و5.2 وحاجات من دي لغايه 6 بقى، ولا شوف اخر فيرجن على حسب الوقت اللي احنا بنتكلم فيه بتسمع فيه بيسبورت الجديد. لكن القديم قبل كده هو ده اللي فيه ايه اللي فيه مشكله، وده يعني قد يكون دلوقتي فيه مشكله، بس بصراحه التحديثات سريعه جدا لدرجه ان اللي بنعمل له مشكله دلوقتي كمان شهر بتلاقيه بعد 3 4 اشهر ما بقاش بايه ما بقاش مشكله، الناس بتجدد اصلا الحاجات دي، او بقول حتى الناس اللي معاها موبايل بتابجريد الايه لوبرينكس سيستم بتاعها. نوت ايكوال تو نيتيف، يعني مش بنفس، هنا مش بنسبورت يعني ايونيك دلوقتي مثلا في سنسور جديد نزل على الموبايلات ومش عارف ايه والنيتف بيدعم، احنا هنستنى ان كورد بتدعم وتبقى بتدعمه علشان الايونيك يدعمه؟ طبيعي الايونيك قايم على الكورد، حلو. بس انا اقول برضو الحاجات دي بتحصل بسرعه جدا، مش قلق. ليه؟ اصل النيتف نزل سنسور جديد مش عارف ايه، الاجهزه اصلا ما بقاش لسه انتشرت قوي، بتلاقي اوتوماتيك كورد بعديها بحاجات بسيطه جدا على ما نفهم احنا ان السنسور بيشتغل ازاي وفكرته، بتلاقي كورد بصراحه بتنزل بسرعه جدا جدا التحديث، يقدر تبني عليه ابلكيشنز، برضو مش قلق قوي. بس طبعا من ضمن النقاط اللي احنا لازم نتكلم عليها كدروباكس، لو انت هتشتغل حاجات فيها جرافيكس عاليه زي الجيمز، لا ابعد عن الكروس بلاتفورمز دي بجد بقى ابعد، وانت عايز تشتغل في الجيمز والكلام ده شغل نيتف. دي كلها مجموعه من الدروباكس تخص حتى مش بس الايونيك في الحقيقه، اغلبيه الايه كروس بلاتفورم يعني، لكن هتلاقي ان في زي ما قلت كروس بلاتفورم زي الحته دي ما عندهاش مشكله فيها، لكن دي كده كده موجود الا في النيتف، هتلاقي حتى لو كان حاجه اقدم من الايونيك هتلاقيها برضه بس بتدعم من اول ما بدات، ما بتدعمش القديم يعني، وده بيموت مش قضيه يعني. خلاص دي كانت الدروباكس. طيب ايه بقى اللي احنا محتاجينه عشان نبدا نبني ابلكيشنز بالايونيك؟ لازم يكون عندك خلفيه عن اتش ام ال سي اس اس وجافا سكريبت. اتش ام ال لازم يكون عندك خلفيه بصراحه، سي اس اس لازم يكون عندك خلفيه حتى على الاوامر بتاعتها. انا جاي الاوامر هتتكتب ان شاء الله هنشرحها، بس يا ريت يكون عندك خلفيه عنها. جافا سكريبت ممكن تكون ما بتكتبش جافا سكريبت، بس على الاقل تكون بتعرف البروجرامنج، الاف اللوب الفاريبلز مش عارف ايه الحاجات الاساسيه بتاعت البروجرامنج. او جافا سكريبت كده كده الدنيا ماشيين فيها واحده واحده، وان شاء الله مفيش مشكله. برضه المفروض يفضل ان يكون عندك خبره في الانجلر. طب ما عنديش خبره في الانجلر، ان شاء الله هنشرح الانجلر بالتفصيل شويه. خلاص طبعا يكون عندك اكسس على موبايل لو انت تشتغل بقى مثلا اندرويد معاك جهاز اندرويد، تشتغل ايفون او اي او اس، تشتغل بقى معاك جهاز اي او اس، او هنضطر بقى ننزل ايميليتورز ونشتغل بالايميليتورز وكلام زي كده، بس الايميليتورز بتبقى بطيئه وفيها عيوب زي ما هنتكلم بعدين، يفضل ان انت ايه تلاشي عيوبها يعني، معاك موبايل توسع طول الجر. وكده نكون يعني اخذنا جوله خلصنا فيها على السريع كده، اتكلمنا على الهايبرد موبايل ابلكيشنز مع الايونيك والانجلر جي اس كانترودكشن عن الايونيك والهايبرد ايه والهايبرد ابلكيشنز، مقدمه كده على السريع خلاص عشان نبدا ان شاء الله نتكلم ازاي نسطب نعمل سيتنج للانفايرمنت بتاعتنا عشان ان شاء الله نبدا نشتغل. شكرا.